طيب النهارده مارسيل كولر بعد خساره الاهلي امام فلامينجو قال تصريحات مهمه تحدث عن الاهلي وتحدث عن مستوى الفريق وقال ان احنا استقبلنا هدف من ركله جزاء في بدايه المباراه وتاخرنا في النتيجه وقدمنا مباراه عظيمه واستطعنا العوده من الهزيمه والسيطره على المباراه بشكل كامل في الشوط الاول كما نستحق التعادل كنا نستحق التعادل ونجحنا في التعادل وقال كمان ان الشوط الثاني سيطرنا على اللقاء بشكل اقوى ونستحق الفوز قال ان احنا اهدرنا فرصه هدف ثالث مؤكد وبعد ذلك تحولت المباراه وبعدها ارتكبنا اخطاء عديده تسببت في الخساره قال كمان في الحديث عن خالد عبد الفتاح ومروان عطيه قال ان احنا ما بمشاركه اللاعبين في هذه المباراه والاثنين قدموا مباراه كبيره بالمناسبه يعني انا شايف ان خالد عبد الفتاح ومروان عطيه اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي تحديدا خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح لاعب شكل الاهلي الاراده والروح والحماس والامكانيات اعتقد ان خالد عبد الفتاح له مستقبل كبير مع النادي الاهلي نفس الامر طبعا ليه مروان عطيه بس خالد عبد الفتاح تحس انه بيلعب بروح بقلب وبصراحه الطرد اللي خده هو خلاص يعني اتزحلق ويعني هي هي لحظه لحظه كانت صعبه لا يتحمل اطلاقا اي شيء في هذه ال مواجهه وإن كان طبعا اللاعب عشر لاعبين غير كل حاجه فى شكل النادي الاهلي بعد الطرد طيب.